بعثة المنتخب الوطني وصلت امبارح لمطار القاهرة الدولي، وده بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو 1-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين في غينيا ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. المنتخب المصري الأولمبي حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح للمرة الثانية على استاد القاهرة الدولي، وده استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض حقق الفوز على فريق النجوم بنتيجة 1-0 في المباراة الودية اللي جمعت بينهم على الملعب الفرعي للمقاولون العرب في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب. نادي الإسماعيلي فاز على نادي زاد بنتيجة 1-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم على استاد القاهرة، وده ضمن استعدادات الإسماعيلي لمواجهة إمبي في الدوري المصري. نادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز. عقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق. حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، وأدى علي معلول جلسة في الجيم ضمن برنامج العلاج الطبيعي اللي بيخضع له حالياً. أحمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سافر لألمانيا بصحبة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وده للخضوع لجراحة الرباط الصليبي اللي تعرض لها في مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. ومنتخب المغرب فاز على منتخب الكونغو بنتيجة 6-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. تواجد منتخب المغرب في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ومنتخب الكونغو في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط. ومنتخب الأردن فاز على منتخب السعودية بالنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. بيحتل المنتخب السعودي وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، فيما تصدر منتخب الأردن جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة. منتخب البرتغال حقق الفوز على منتخب أيرلندا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن استعدادات المنتخب البرتغالي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لجمانة ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.